سيدتي سادتي، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم ندير فيديو، عندي واحد فايت ثلاث شهور ما درت فيديو، يعني بكل صراحة كرهت ندير لي فيديو باسكو كنا نهضروا في الباطل، حتى حاجة ما تبدلت. كنا يعني ننبهوا بلي هاد الفيدرالية كارثة كبيرة، وهي يعني بكل صراحة الفيدرالية تاع الكرة الوطنية تحطمت من 2017، من نهار يعني العصابة تاع الحداد والسعيد حطوا زتشي، من هذاك النهار هي تحطمت الكرة الجزائرية، ماشي من اليوم. بصح اليوم يعني حاجة خطيرة خطيرة جدا اللي صرات، باسكو هذا زفيزف، هذا جو دي با كو زفيزف سي تان كورومبي ولا حاجة مسكية، هذايا استعملوه يعني المافيا الكروية استعملاتو، حطوه باش يستعملوه، شافوه باللي ضعيف ضعيف كثيرا، الفيدرالية كبيرة عليه. انت يا كنت تتكلف بالمادة الغذائية ودخلت في حاجة اللي خاطيك، كنت في الفيدرالية تاع رورواة، باسكو هذاك الوقت رورواة هو اللي خطط، وكانوا معاه الناس يعني لاباس بهم كيما حجاج كيما وليد صعدي، بزاف الناس يعني عندهم كفاءات، وانت يا كنت تتكلف غير بلي برجمون دي ليكيب ناسيونال اي جوستومون دو لاليمونطاسيون دو ليكيب ناسيونال، يعني الفيدرالية لا جيستيون تاع الفيدرالية كبيرة عليك. انت يا بكل صراحة انت يا داروك مضحكة وداروك يعني كيفاش يقولوا اون ماريونيت، اون ماريونيت يتحكموا فيك كيما يحبوا. بون يا يو ان سكوندال جوستومون على هذه، درت لا فيديو، يا اون سكوندال فريمون فريمون غراف اللي صرا صرا جوستومون، والسلطات العليا دخلت في هذا الموضوع، هي لافير تاع الفار. باريتيل جابوا ان فار، لافار جابوها من اسبانيا، وتعرفوا باللي حكومة اسبانيا حنا ما رانيش نتفاهموا معاه على جال هذا لو شيف دو غوفرنمون تاعهم، مسكية قال لك يا با دو فيمي سون فو. لافار هادية فيها حوايج يعني ما نقدرش نقولهم بكل صراحة، سا مو ديباس، حنا كي ما نقدروش نديرو حاجة نقولو، ما نقدروش نديرو نهضرو يعني حاجة كي كنوزين يورو. باريتيل بلي الفار اللي دخلوها فيها حوايج تاع ليسبيوناج، وعلموا لله يعني بكل صراحة. اون تو لي كا الدعوة راهي اكسبلوزات في وجه هذا زفيزف، والسلطات العليا دخلوا، وكاين مام لو ام جي اس لو مينيستير دو لا جونيس اي دي سبور الى دوني لوتوريزاسيون، دونك مام هو الي امبليكي دون سات افير، اي مام سي او نيفو باريتيل جو نو كونفيرم ريان، باريتيل مام دي ريسبونسابل دي دوان اوران ils ont été arrêtés de fonction parce que يعني ils ont autorisé la sortie de cette VAR parce que la VAR فيها حوايج يعني حنا on ignore حنا cette technologie nous dépasse. Donc هاد la vidéo سميتها le scandale vient par la médiocrité et la magouille. Bien sûr, comme a dit هاد الفيدرال médiocre ما يصراو حوايج كيما هادو، حنا اون تيري لا سونيت دالام صافي لونطون، وحنا قلنا هذا زفيزف ما حقوش يحكم الفيدراليه، ما عندوش لي كومبيتونس بور، وبهدلنا سيرتو افيك لافير تاع لي في كون ايتي يعني اليميني ماشي اليميني بار لو جو، مي اليميني يعني ادمينستراتيفمون، وين ما كتبوهمش، يعني كاين حوايج يعني الفولاس بونطوا يعني تخليك يعني بلا كلام. حنايا نقولوا
فيها بركه هذه الفيدراليه، ومام يعني المدرب، باسكو المدرب بكل صراحه الي امبليكي مع لا مافيا هذه، لازم هاد الناس كاع يروحوا يجيو الناس نضاف يحكموها. وحنا سي بور سا كون اتيري لا سودانار، وانا سي بور سا حبس كاع لي فيديو باسكو كرات نهضر 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 بصح يعني يا با دو ريزولتا. دونك لازم الناس كومبيتون، باسكو لا فيديراسيون دو فوتبول c'est une fédération, c'est la vitrine du football algérien. Mais il ne faut pas n'importe qui qui a fait. Il faut un compétent, un poids lourd. Il représente le football algérien dans le continent mondial, mais pas uniquement africain. Alors, quand je suis la Coupe du Monde, l'Afrique, on a été humilié, etc. Mais je ne sais pas si on a fait le monde. Mais en tous les cas, un scandale vient que par la médiocrité et la magouille. Donc voilà, حنا كلامنا كان صحيح، واش كنا نقولوا صحيح، واش كنا ننبهوا الناس باللي هذه الفيدراليه خرده، واللي كانت قبلها فاسده، ودرك لا بومب لا ايكلاتي، لا بومب لا فوزيكلابوسي توس كوم فوزيت. اي جيسبر كو السلطه العليا تضرب ب يد من حديد، ونقولوا بركات بركات. لازم اون ريفورم سبورتيف وين كلشي يتبدل، كساسوا لا فيديراسيون ولا لي ليغ دو فوتبول، هادوك لي ماغويور وهادوك لي ريبول من كاع يتنحاو. ميم دون لو جورناليست سبورتيف اي سون كومبليس دون بوكو شوز. دونك ميم هادوك لازم يعني دوتر جورناليست بلو كومبيتون اي بلو بروفيسيونيل يعاودوا يحكموا الميدان، باسكو خلاص فيها بركه. حنا رجعتونا مضحكه، هذا ما كان مضحكه. ومع الفيدراليه تاع مع هذه الفيدراليه والفيدراليه السابقه من 2017 حتى الان، رجعونا كيما المخزن، يمسحوا كلش في روراوا. او ماشي حنا، او روراوا، او روراوا راح 2017 خلاص سي بون سي بون. نتوما تتخباو جوست مور روراوا بور جوستومون يعني كاشي فوتر ميديوكريتي اي فوتر ماغوي. حنا نقول لكم بركات، نتوما هاد البومبا اكسبلوزات في وجهكم، وما درك تخلصوا فوالا. هذا ما كان. دونك السلطه دخلت وحوايج كبار راح يعني يصراو في الفيدراليه وفي الكره الجزائريه، وين لازم كلشي يتبدل. هذا واش حبيت نقول لكم. انا حبست لي فيديو باسكو يعني بكل صراحه ما شفت اوكان ريزولتا. جان افي مار دو بير دو مون طون ا بارلي بور اوكان ريزولتا. فوالا هذا واش حبيت نقول لكم. يا زفيزف اللي جيت نهار جيت قلت لهم عندي السياسه تاعي، ما عندك ني سياسه ني والو. توا tu n'es pas fait pour gérer une fédération elle est trop grande pour toi. On te dit bqa l'akhir. Cette fois-ci tu vas le payer cher parce que tu as accepté un poste qui te dépasse كبير عليك بزاف. ونقولوا المدرب، انت مدرب، انت ماشي مانجر. حنا على بالنا بكلش واش راه صاري. دونك كاع الناس اللي داروا حوايج يعني ماشي بالقانون، كاع لازم يتحاسبوا. هذا واش حبيت نقول لكم السلام عليكم. L'avenir dévoilera beaucoup de choses. Voilà. Allez, bqa la khair. Salam alaikum. Faites-moi des commentaires, s'il vous plaît. Et faites-moi des likes. Pardon, des likes. Allez, salam alaikum. Sahito, bqa la khair.